نبدأ هذه النشرة من خبر إنساني. فبعد أن تواصلت الحدث مع الطفلة حلا وهي تحت الأنقاض وبعد مناشدتها خلال الاتصال لإنقاذها بعد مقتل جميع أفراد عائلتها، أخرجت حلا ذات 13 عاما سليمة ونقلت إلى مستشفى خان يونس لعلاجها. وبعد أن علمت الحدث بقصتها بادرت وساهمت بمحاولات إخراجها من تحت الركام. والعيال اللي عندك انت شايفته مش عم بتحركوا؟ ها؟ ايه؟ البابا مش عم بتحرك؟ ولا حدا. بابا كان بيتنفس يا اختي، كان بيتنفس بالليل بعدين بطل يتنفس. تعلقته. انت يا عمو حلا شو صار معاكم بالضبط؟ شو صار معاكم انتو؟ احنا كنا قاعدين في الصيمين يعني. سمعنا صوت اشتباك كثير 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 اول مره نسمعها الان، وبعدين يعني كثير صار الاشتباك للساعه واحدة. احد صار ينادى على الميكروفون وعلى مكبر الصوت انه اطلعوا اطلعوا، احنا مش سامعين وين نروح. ضلينا في البيت استنيناهم يحكوا مره ثانيه، ما لقينا مش عارفه اذا بابا اذا وهدمت البيت علينا. وقعدنا احنا بدنا نطلع شرطة طفولات. يعني طخوا عليكم وانتم طالعين من البيت؟ احنا بدنا نطلع كنا رافعين ايدينا ومسلمين كل شيء، بدنا نطلع طلعونا رح تطلع علينا على وش نهدم علينا كل البيت. طيب هلا انت لحالك اللي موجوده في تحت، يعني انت فوقك الردم وعارفه تتحركي؟ طيب بتقدر توصفينا بيتكم يا عمو يا حلا حبيبتي وين بالضبط هو صاير؟ هذا مش بيتنا، هذا بيت أراضي الإسراء. أراضي الإسراء. أراضي الإسراء. حمود. تلفونك فيه بطارية؟ لا 18 تلفوني، بس شايف انا بقدر انا بقدر اجيبه خلص انا بقدر اجيب موقع بيتهم هلا. حبيبتي بتشوفي الرقم اخره 3111، ردي اي حدا بده يتصل عليك يقعد يحكي ويسال شو صار وهذا ما تردي عشان البطاريه تضلها منيحه. عمو محمد بده يقدر يساعدك ان شاء الله ويخلوهم يطلعوك. ماشي يا عمو يا حبيبتي، وما تخافي خليك قوي، ضلك اقرأ القرآن وادعي. ما تخافيش ان شاء الله انت طالعة، كمان شوي ان شاء الله بتطلعي، ما تخافي خليك قوي. انت مليل كثير امانة قبل ما تنيم الدنيا بس. ان شاء الله ولا بس خلي البطارية معك عشان ما تستعميش التلفون كثير عشان يضل في بطارية.